القرآن ذوال ربي عزيزا السفوغا سطلا مرثفاث يتساوين ذو فريد مسلما ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس رقم 412 من دروس التفسير، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح سورة جديدة، وهي سورة لقمان، لقمان الحكيم. السجيث مثلا الدرس يوسف 412 لدرس التفسير، وسجيمير ضربا في سورة تجديد، سورة لقمان. سورة لقمان عامرة بالخير، عامرة بالحكم، عامرة بالوصايا والدرر. ذيوث سورة القرآن على كل حال كلمة الله، قرآن حكيم. فسورة سجي ساعة تص الحكم، تص وله أوله غل خير، تص سمحتي، تص وله للنظر في الكون في كتاب الله المفتوح. غفقر ربي إن شاء الله جميعا باش أنغرى ولا ربي وثنحفظ وثنسين وثنفهم، وإن شاء الله غيجعل على ربي ثم ديث النغاية وثم ديث إصفراحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أكا إثبت سورة لقمان. قبل أن نبدو التفسير، إلى قد نظر بعض المعلومات عن هذه السورة المباركة. أولاً، هي سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة. سورة لقمان سورة مكية. أين نصنفها؟ هل نصنفها في القرآن المدني أم في القرآن المكي؟ الجواب، نصنفها في القرآن المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. ذكرنا هذا فيما سبق. هناك معياران، معيار زماني ومعيار مكاني. مرس الصورة مكية معناته نزل دي مكة، ولكن ديني صورة مدنية معناته نزلت بالمدينة، ولكن لانت الصور إدين زلن ذي مكة المكرمة، ولكن هي صورة مدنية. أي غر عملا بالمعيار الثاني اللي هو معيار زماني، معناه أين دين زلن بعد الهجرة أثنصنف ذي القرآن المدني. يسعى خصائص ذكرناها، دي كاركتيرستيك، خصائص من هذه الخصائص أن القرآن المكي يركز على أصول الدين، على أمهات الأخلاق، على الفضائل الأعمال، ولكن القرآن المدني يركز على جانب التشريع وضبط السلوك وضبط المعاملات. منت في القرآن دين زلنا في النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذي هاجر سمكه المدينة، يتركز في الإيمان وفي العقيدة، الإيمان صار بسبحانه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الجانب أصول الدين والأخلاق وكذا. ولكن القرآن المدني يتركز في التشريع، يعني أين يعني القوانين ينفع إنسلم. مثلا بدناوي لسورة البقرة الآية 231 مدنية، على خطر تركز على جانب التشريع. لسورة الروم الآية 21 مدنية، جانب التشريع. لسورة البقرة الآية 280 أين يعني القرض، الآية 281 أطول آية في القرآن اللي هي
آية الدين والتوثيق والإشهاد، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إلى آخره. في قلق التشريعات الآية 275 من سورة البقرة، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن أنت نصنف سورة لقمان سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة في مكة المكرمة في النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا آيتين وفي قول ابن عباس ثلاث آيات سيأتي بيانها في وقتها عند جماهير العلماء، ما عدا آيتين مدنيتان وردتا في سورة لقمان، والباقي 34 آية مجموعة آيات سورة لقمان، معنى ما نكسناها تقيم 32 آية مكية سناث مدنية. في قول ابن عباس أدنك ثلاثة مدنية، معناه 31 مكية ثلاثة مدنية. ثورة ترتيب إنس، ترتيب هذه السورة في المصحف الشريف رقم 31، عدد الآيات 34، عدد الكلمات 548 كلمة، عدد الحروف 2110، 2110 حرفاً. تجيب بطاقة تعريفية بسيطة عن هذه السورة المباركة سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. ننادي الحروف المقطعة ساعة المعاني أشرنا إليها، إما ذي حروف حرف واحد أحادية كقوله تعالى النون والقلم وما يسطرون، كقوله تعالى قاف، إما ذي ثنائية كقوله تعالى طاءها يا سين، نغ كقوله تعالى ثلاثية ألف لام ميم، رباعية كقوله تعالى في سورة الأعراف ذغى ألف لام ميم صاد، أكيد ذا سورة الأعراف سبع حروف مقطعة ألف لام ميم صاد، نغذي خماسية خمسة الحروف سورة مريم كاف هاء يا عين صاد. المعاني الحروف هذه اجتهد العلماء، لأن العلماء دينان المعنى سمك ربا ديقار القرآن هذه ينزل ثلث الحروف هذه يتسنم، ولكن وقي معجز وينور الزمير في الدنيا تديب القرآن مك، هذا معنى من المعاني الواردة، بدليل أن ربي ناد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا وجه وقي معنى إلى المعنى النظن وقي سر من أسرار الله، الله أدرى بمرادها. ذكرنا كل هذه الأمور فيما سبق ونحن نشرح أوائل هذه الصور المباركات. بعد ربي ناد تلك آيات الكتاب الحكيم، آيات إقلام ذي القرآن الكتاب، إذا أطلق الكتاب المراد به القرآن كقوله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. مدينار بالكتاب بهذه الصيغة ينصرف المعنى إلى القرآن، ومن أسماء القرآن الكتاب، مدى من هذا الكتاب ما يبغى تخصيص هذا ينظف كيد كتاب الفيزياء كتاب الله فيزيك لمات الرياضيات اللغة، ولكن مدين الكتاب المعنى ذو ربي ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. ذاك سورة لقمان ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكيم يسعى تصل المعاني، إما معنى يس يتشور الحكمة كله حكمة بل كمال الحكمة أكنفغو فنادم يسعى الصجاس يسعى الحكمة يسعى الصواف يسعى الميزان أذي يحفظ وذي يرفض فولا ربي سبحانه عز وجل
خطر اجتمعت الحكمة كاملة ذكس الحكمة النكمالياك ذو قوال ربي سبحانه جل جلاله. إلى المعنى وايض المعنى يسفي معنى الإحكام. هذا الكتاب محكم فيه إحكام لا نقص لا خلل لا خطأ لا تناقض لا في حروفه ولا في مقاصده ولا في دلالاته ولا في أحكامه، محكم. زيد يسعى المعنى وايض أنه لا يتغير أكري قمل مثل هيردونيس يا أخي ذين تزران الكتب الأخرى أكن اللانت ولش ورد هينين في كتابين في مزورة ما زال ثنتكني دي ثنتي دنزل ربي أغفر الأنبياء أبدا، بل على ذلك النقل والعقل والعلم والتمحيص في كتابين أنو فالي سنت يوك لزومبرانت بصمات الإنسان إلى ذلك سنت تحريف سوى القرآن. القرآن الكريم احفظي ربي احرزي ربي يناد إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وزيد الحمد لله محفوظ في الصدور قبل السطور. إذن الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. القرآن كتاب هداية وتشريع، ليس كتاب يفصلنا جزئيات العلوم، ماشي تفتح سورة تلقى كيف تصنع الطائرة، لا، نا كيف تصنع سيارة، نا كيف تبني صاروخ، لا، تبني عمارة، لا، ولكن القرآن كتاب هداية، مثل ما دين ربي اقرأ، معناه ربي يهدي البشرية إلى القراءة، أديها غر، معناه غر آين ثفغض آين ميت زمرر، زاين، إنك دغر. إلا وين يفان ذي لا جيولوجي لو كان سين غرا لاسترونومي ما يقراش، لكن كي نحمل لا جيولوجي كل الميسر لما خلق له. واحد يقرا في علم الفلك والاخر في علم البحار والاخر في علم النبات والاخر في علوم الفلك، كل علوم، العلوم البيولوجيه والعلوم الطبيه والعلوم الشرعيه والعلوم القانونيه، غر كان غر، المهم غر. مثل غريضه من بعد الشريف ربي فكاد السنن في هذا الكون. من بعد الدور الإنسان يكتشف السنن ويحسن التعامل معها فيبني حضارة في هذه الحياة. إذن بهذا الوصف بهذا الوجه القرآني النكمال، ولكن أغدي تذكر التفاصيل للديتاي للبروسيدور الإجراءات خاطئ، ماشي هكا، هذه حكمة الله جل جلاله. إلى وين ديفكا التفاصيل. مدينا هدى ورحمة، الهدى يهدينا إلى سواء السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله في سورة الجاثية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الآية 18 في الدور في سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتحكم الرسول وشرع الإسلام الذي أنزل عليه إلى آخره. وبعدين ربي سبحانه يناد رحمة، أي غدينا رحمة في سورة الإسراء الآية 82 ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ذي الشفاء ذي الرحمة ولكن المؤمنين ذي ند للمحسنين. كلمة الإحسان في جميع المجالات، الذين أحسنوا في إيمانهم فلا تشوب إيمانهم شائبة، لا شرك ولا 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 رياء ولا، معنى المحسنون في الإيمان وقد يسعى الإيمان نسن حسن
زدي يصفى ماشي يمن صربي ومن سوية ضبيبري. لا، الإحسان في الإيمان معناه الإيمان الحق الخالص بعيدا عن الشرك بجميع صوره. ما إلا يولو ريخذي ما لا شريك يا ربي أديني وقيد المؤمن محسن في إيمانه أرنوياس محسن في عبادته. إذ يسعى الإحسان للعبادة ناس أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في حديث جبريل. إنسى شو المعنى يس الإحسان؟ إنسى تعبد ربي أنك كنت توالي متوالى ضارة نسكيدي توالي ما ثبت الدرجة كما السادق. هذه درجة الإحسان. الإحسان أيضا مع الوالدين، ماشي مع ربي لاباس، مع تظليت لاباس، مع الوالدين ولو لا لا، وبالوالدين إحسانا. الإحسان مع الدرية، ربينا يوصيكم الله في أولادكم، حذاري ويلي فغان لوقام هذي زيور سكات وخام مقارين ميزمر بنادم. زيد الإحسان أكل الجيران، ماشي مع ربي مليح كل شيء، ولكن مع الجيران غير الحروب، الجيرات، الحروب، شروعات، لا جوستيس، اجبد وراك رايح. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مقارن ربي نفي وصد في الجار، وربي وصد في الجار. زيد الإحسان في العمل، الخدمة لكون دواء ضيوم يخمل بانتورا بيبري مشكلة، خير إن شاء الله سنة خير ذا البانتور أنعمه ذا مصوت ذا الفني ذا فلاح كل شيء. هذا رحمة ربي سيسي الناس تقبيليت يرشغل يتقلى دي فافيس يمغار مزيك هذا سلني يتشارعيف أتي ديني استقبيليت أمسلي ذا مشطوحة. ولكن الله رسعى المعنى أم قرآن طبقي ثندث بغيضة ذي القراية ذي الفلاح ذي التجارة ذي الخدمة ذي كل شيء يير الشغل يتقلى ذي فافيس. يسعى نظر الشرع ربي ند في صورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا خدموا فسيرى الله عملكم. ربيت ولي الخدمة ورسوله هو المؤمنون. المؤمنين كي نعطيك الصحة بارك الله فيك الخدمة تقرز، من بعد شو ديننا؟ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الإحسان في كل شيء، كلمة واحدة جامعة مانعة ثبت كل شيء، هدى ورحمة للمحسنين. بعد نضرب ببعض الأوصاف الذين يقيمون الصلاة وقال يسعن لعلاقة نسنك وضرب ثقرز ظلان أو تظلث عماد الدين. في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمسة تركيزين، لا إله إلا محمد رسول الله، مباشرة بعد ذلك تظليث. تظليث الذين يقيمون الصلاة وشي قارن كين محسن يقرز دي كلش سفلا يشبح يرقم ما شاء الله. تظليث كين مازال تظليث حسبي ما روضة 70 سنة أتولد أدخذ مغرات راباج أوتس في غرس الجامعة ومسكين يموت في 69 بقى على خير صافي مدى من زرارة ونخدمها لكالكولاتريسة كما تحسبها كابيبري أغير غلط الحساب أطاس ومي غلط الحساب. صليت على الناس ما يصليوش ولا لا لا، وكلكم في حرج، كلنا في حرج. كي يجيبوا لك واحد جامي صلى زيرو ركعة في الصولد نتاعو زيرو، نصليوا عليه صلاة الجنازة. ذكرت هذا الكلام من باب التأكيد لأن هناك حرج، صلي قبل ما يصليوا عليك. صلاة الجنازة تديها حقك، حقك على المؤمنين، وهي فرض كفاية، فرض كفاية، لازم نصليوا على اللي ماتوا اللي حضروا خطر فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ماشي فرض عين، ماشي لازم نصليو كاع، لا لا، اللي مسافر اللي غايبين اللي ما لحقوش عادي، المهم تؤدى.
ولكن المحزن كي نصلي على واحد هو ما يصليش. يكفي هذا التنبيه باش الانسان يراجع نفسه. ما شفنا دم هذه قيموري تزلى على مزول الفلاس. الله يرحم ربي الشيخ رمضان يمسينا صلاة إن يا سالم المؤمنين يا ونرو في الوقت ذاك ذين الله ما تشكين عودة تضرو إن سلم ورنتزال لا السوق ما يعمر ذي فرو غس ما يزنز سلغلا الفلس يعفو يرحم. الذين يقيمون الصلاة عندهم علاقة مع ربي مليحة ويؤتون الزكاة ماشي وين كاين دراهم يقول لك نو دراهم لا كل شيء أختان شقيقتان أكني الدكولنت تظليث لا عشور الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لقينات الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وردتا هكذا بالاقتران في العديد من الآيات عند دين ربي يسدوك لي تظليث أو لا عشور ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ومن الآخر والإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. اشفعوا على هذه القاعدة الذهبية. الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا من سلدي قرب من الآخرة باش تقرز الدنيا في النغذايا وأولى بعد شو ديننا دشوا باليقين خاطر الآخرة تلقي ماشي ما يموثي ونتيدن مكثي من بعد تنتسو نغا بيبري الايمان بالاخره وقيل الايمان بالغيب ربي خبره غيد النبي صلى الله عليه وسلم يخبره غيد ويرنا ذا الاخر في غزيفان لا في اترنال الحياه الابديه ماشي في الدنيف ولا ما غزيف الامر والزيل الدنيث والزيلث ساعة البدايه ساعة النهايه ولكن الاخر أتفذو حياة الخلود. إذن فلننتبه أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا دوك ذاكي إكسان الصفة يوم السلام ذعنا فريض ربي أفريض السلام ورثكين داما وأولئك هم المفلحون وكذاكي جنجحن إقربحن ثم ديثن سنة الصفراح يرنا مدين ربي الفلاح النجاح بلا منغصات ذي الدنيث ولا ما يرزد فلان غربح إلا ذا شو في سلوغون أكن من الله نسعي شيثة أتفرح أكيد يسير الخضار أذي لغولي أذي لغ الخطري خاطر إلى وين كي سلوغن إلى ذا شو سلوغن ذي الدونيث مي ذي الآخر ولاش ورا يسلوغن الفرح الدونيث لهنا لهنا الآخر ولاش ذا شاتي سلوغن ماذا لهنا الدونيث ساعة ذا شاتي سلوغن ذير مدينة ربي سبحانه وأولئك هم المفلحون. بعد يسد رويض ومن الناس لا نويض ومن الحمد لله تفيد التبعيض لا الوياض يعرقس الوفريد حسب لي منس حرشا فهما فقنس الدنيث أذغى ولاش لا تصليث لا لا خارث والو لا الزكاة والو يقول لك ما نستعرف والو يا خويا دبر راسك هذا أمر محزن أنت على خطر عظيم إذا شفت روحك راك لاباس كمل واش نديرو لك ربي قال وهديناه النجدين ربي إن جرد أفريد السلامة أفريد الإيمان إلا ويض اختير شو تبغيض لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سورة البقرة الآية 256 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ما ذوين يبغى نفرد ويض يضبرق الروس يضبرق الروس ومن الناس من يشتري لهو الحديث لهو الحديث كل ما يلهيه عن الإيمان عن الحق عن الصواب عن الخير أعتقد هذه الكلمة يعني تستهدف جميع هذه الدلالات
ما يلزمش نركزوها فقط على كي يذكرها ولا حديث يقول لك الغنى مباشر خير ان شاء الله هزي. أو لماذا نضيق واسعا مباشرة نجيب الآية فيختزلها في هذا المعنى؟ كل المعاني التي تلهي الإنسان عن طريق الإيمان الحق والخير والصواب هو له من بعد له الحديث ليضل عن سبيل الله وزيد يدعو إلى ضلاله. ربما هذا الزمان في زمن الإنترنت حيث موجة الإلحاد يعني صارخة بشكل لا مثيل له ولا ندري ماذا يفاجئنا الزمان في المستقبل. يعني لي زمان لكي نتسيدير ولاش الزمان ندا الكفر بالألوان الإلحاد بالألوان كل شيء إلا وإذا الإيمان إلا والحمد لله. معنى الزمن قوانت لك سلفيتان إزمري ونذي والي مقطع ثلاث دقائق في اليوتيوب يروح 3 مينوت 180 سكوند ثلاث دقائق أكيني وازيغن كاش حالة يجي يفقس شيل شحال يجيك تظل لي في رمضان زيغ الدنيا كاع يا ولدي الله يهديك. ولكن الله غالب لا تكنولوجي هذه هي مارتي لا تكنولوجي دقفوس قيون يروالن بين يروح الميزان يروح الصواب يروح سوغرفال سراي صفي اضغى اذي روح ذيك سنت وذي جلو يدس وكذا ريلو. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله اثني السفاس كفريض ربي والعياذ بالله بغير علم. خطر اذا حضر العلم لازم الهدايه فيهاش كلام. ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء يكفى ووال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما تفضيون السفغ وياس الدين بغير علم مهما زعم. وكلمة زعم في القرآن لا ترد إلا في موضع الكذب. معنى يجي واحد يدي الناس في طريق الضلال بين قوسين بالعلم لا يمكن. العلم دائما يوصلك إلى الحقيقة حقيقة الإيمان. بعد شو دينا ربي سبحانه ويتخذها هزوا. هذه قراءة ورش وقراءة قالون وقراءة شعبة والدوري وغيرهم ولكن بالنسبة للحفص الند ويتخذها ولكن عند ورش وغيره ويتخذها هزوا. روكا ذاك الدنيغ ورش وقالون وشعبة والدوري ولكن عند حفص هزوا خلافا لسورة الإخلاص ولم يكن له كفؤان احد. ذي ورش ما ذي ورش ذي حفص كفوا احد هذا هو. بعد ربي شو دينا ويتخذها هزوا معنى يزيد يستهزا يعني افغى فريد يبوي الغشير غير فريد اكثر من ذلك يستهزا بالايات نتاع ربي سبحانه يستهزا بها باش يعني الإثم يكون كبير يعني إثم مضاعف. بعد ربنا أولئك لهم عذاب مهين والعياذ بالله خاتمة سيئة للغاية ثم ديث السنة السحزان أولى عذاب تراجون مقر ومن ضرب مقر معناه مقر. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا تجي عند قالون وعند ورش وعند الدوري والسوسي ولكن عند حفص أذنيه ذقي أذنيه وقرأ إلا حاجز مانع حاجة ثقيلة في أذنيه كأنه أصيب بصمم. يعني أليس للآيات إوين تلك الشمانت أهضر ناقيم أصيغي نضى ربي كذا وكذا شنضت فغرض شدينا ربي في وقت الشم أماكن السعادة حاجز
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وريك الشمسية ولا سيا نغميك الشمسية يفغسية كيف كيف المعنى يسي ودسل الحق بعد ربين فبشره بعذاب أليم. وطبعا مرديني فبشره كلمة البشرة يعني تهيئ الإنسان لاستقبال البشرة، ولكن ذاك باش يكون عذاب مركب فبشره فيتهيأ لاستقبال ما يفرحه، بعدين ربنا بعذاب أليم باش يكون العذاب مركب. ما سيض يوم لك يدس فرحة أكاميونيك يخدم لك سيدة ثروي خيص قسم زوارو ما هي تبريباريض أسيض باللي هكي مانيك على كل حال مرحبا استكشي ربي كذا أثي تبريباريض يضرى باللي الخضار هي الخضار يمارس اكيد صفرحاغ اكاميونيك فينا تضر اكثر. وثقي اسلوب من الاساليب قلان ديال القران الكريم، والله عز وجل حكيم. من بعد الايتان الاخيرتان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقد يمنا يرنخذ من الصلاح ان الصالحات لم يحدد عملا صالحا بعينه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. كل يومين زرع في غلف وقذق يمنا خذ من الصلاح ربي سفرحي ثمس الجنة جنات النعيم. بعد الفرحة نظنين خالدين فيها، خالدين فيها معنيس ثذرت اللفذة ديما ولاش وريكش من الجنة بعد الدفاع دي وغادر دونيث ذينا خلود حياة الخلود. والله كلمة الخلود لو كان قيمة من لا أنوحد ربي ذيكس نغرد في سورة الزمر فيما سبق مارد دوكلناك أهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فادخلوها خالدين ميم الكفار ذهين الناس ندا خالدين ذا جنات خالدين فيها ذا شادينين. الحمد لله الذي صدقنا وعده ولا ذاكي ذا شو دين ربي سبحانه إناد خالدين فيها وعد الله حقا. الوعد ربي تسيدت الآية يجي في ست ساعة خطر نفسر تسيد الآية تمزيو تمائل في ست ساعة الآية في ست ساعة تشوفا ذي الآيات 73 74 من سورة الزمر ذا قيناد وعد الله حقا ذيه دي سورة الزمر بيناد الحمد لله الذي صدقنا وعده إذن ربي لا يخلف الميعاد. بعد شدنا وهو العزيز الحكيم عزيز لا يعجزه شيء أين في غرب يضرب حكيم معنى كل يونفكايس أين سلاقا يضع الأمور في نصابها. حكيم في جزائه، حكيم في عدله، حكيم في أحكامه، حكيم في كل شيء. ومع الآيات القادمة إن شاء الله أنبذو تصل حكم أرنسل في صورة لقمان جغم ثلويث سلام ربي في اللون.